نرجع لكم مرة تانية، وزي ما شفنا جزء من الفيلم تفاصيل بقى أكتر هنعرفها عن هذا المشروع المختلف من الأستاذ محمد أسامة بطل الفيلم، وهو أحد المصريين الموجودين في الخارج واللي حضروا علشان يعمل معايشة مع القوات المصرية. أهلا بك يا فندم. صباح الخير لحضرتك. صباح الورد، أهلا بحضرتك. يعني يا ترى يعني إيه شعورك وإنت عملت معايشة مع قوات الصاعقة والمظلات المصرية؟ ويمكن إحنا وإحنا بنتفرج دلوقتي، إحنا طبعا عارفين دور المرأة المصرية في الجيش المصري من زمان، لكن كنا دايما بنبقى عارفين إنه المرأة المصرية بيكون دورها في الإسعافات وإسعاف المصابين وهكذا، لكن إحنا يعني يمكن أنا دلوقتي معلومة لأول مرة أشوفها إنه في مشاركة للمرأة كمقاتلة أيضا في الجيش المصري. ف يعني اوصف لنا كده شعورك، وهل كانت برضو اول مره تعرف حاجه زي كده؟ لا، هو اولا عايز اقول ان هي دي فرصه عظيمه جدا، ان انا توجهت لي دعوه من الشؤون المعنويه بالتعاون مع وزاره الهجره اعمل معايشه مع قوات المظلات والصاعقه. اكيد احنا كمصريين بالخارج، عارفه حضرتك، بيكون عندنا شويه وطنيه كده زياده، بنقعد نتابع دايما اخبار مصر، وانا مثلا عايش بره بقالي 12 سنه، فلما جات لي دعوه زي كده حاسس ان انا كان عندي مشاعر كتيره وعايز اخوض التجربه دي. فاول لما رحت هناك وبدات اتعايش مع التجربه وكده، حسيت ان الموضوع اكبر كمان من ما انا كنت متخيل، لان احنا قضينا معايشه كامله من اول الصبح وقت الفطار، بعد كده طابور اللياقه البدنيه، بعد كده تفاصيل وتدريبات، والتدريبات كانت حقيقيه، يعني حتى في اخر الفيلم كنت بشاور على ايدي لان حتى اتعورت في التدريبات يعني. فالموضوع ما كانش فيلم، هو اكتر تجربه ومعايشه. والبنات اللي حضرتك شفتيهم دول، لا دول مش بنات، دول اسود على فكره طبعا يعني. طبعا طب ولو تكلمنا كمان عن كواليس الفيلم كانت عامله ازاي، وردود الفعل بالنسبه لك كان يعني شايفها ازاي؟ كواليس الفيلم طبعا يعني يعني بعد ما فكره المعايشه اتطرحت وبقت قويه جدا والناس حساها، فالموضوع اتجه ان احنا طب اوكي تتصور. الفيلم طبعا يعني ايقاعه سريع وما غطاش كل حاجه على فكره، يعني احنا اكيد في تفاصيل، احنا عملنا حاجات كتير جدا، يعني يمكن عشان وقت الفيلم صغير والريتم سريع ومضغوط، مثلا ما ابرزتش كل حاجه، انما هي التجربه كانت اكبر من كده كمان، والتفاصيل فيها كتير جدا. وشفت ردود الفعل ازاي كمان؟ ردود الفعل من على الفيلم يعني على الفيلم طبعا، يعني ردود، انا عايز اقول لحضرتك ان كل اصحابي اتصلوا بيا، وطبعا والدتي ووالدي فخورين بيا، وكل قرايبي، يعني حاسس ان هو لا، ردود فعل كبيره جدا، وحاسس ان هو ده يعني ده الطبيعي، لازم الانسان طبعا يحب بلده يعني، وده المكان اللي احنا اتولدنا فيه وتربينا فيه. احنا كمصريين بره مصر يعني مهما سافرنا ومهما رحنا ومهما رجعنا، يعني هو ده جذرنا، هو ده طبعا بلدنا يعني. طبعا. بس خلينا برضو يعني خليني يا استاذ محمد يعني اوجه التحيه بصراحه للوالد والوالده، لانه هي في الاخر الوطنيه بتتزرع من النشأة، يعني واحنا صغيرين لا، يعني انا والدي برضو الله يرحمه كان يعني في الجيش برضو، يعني قضى خدمة أيوة. الجيش بتاعته، ما فيش حد فينا قاله، بس حتة انه الانتماء والشعور الصافي والمخلص بالانتماء، اللي هو انت مش مستني حاجة، مش مستني مقابل لهذا الشعور. يعني ممكن انا مثلا فتحت عيني لقيت في بيتنا في صورة للرئيس السادات كأنه واحد من العيلة، وكل احتفالية كل سنة في حرب اكتوبر كان والدي ووالدتي يقعدوا يحكوا لي، يقولوا لي حصل كذا وحصل كذا وكان في معارك كذا. فيعني اعتقد انه يعني احكي لنا بقى النشأة بتاعتك كمان، برغم ان انتم مصريين في الخارج كان ممكن يعني يكبروا مخهم يعني، او ما يحاولوش ان هم يزرعوا فيك هذا الانتماء والاحساس بالبلد. لا طبعا، يعني انا بحس ان الاحساس بالانتماء للبلد دوت يعني ده الفطره السليمه، يعني الواحد بيتولد بيها وبيتربى عليها. يعني احنا حتى نصر اكتوبر كمان بالذات دي مناسبه خاصه جدا، يعني طبعًا. بعيدا عن اي حاجه وعن الانتماء، لا نصر اكتوبر ده دي حاجه كده المصري الطبيعي العادي بيحس فيها بالفخر والعزه، ارضنا رجعت لنا. يعني احنا مصر اصلا بلد ثقافتها زراعيه في الاساس، قامت على ضفاف نهر النيل، فاحنا مرتبطين بالمكان ومرتبطين بالارض اللي احنا عايشين عليها من قدم الزمن يعني. فدي الفطره والاحساس السليم بالنسبه لنا يعني. مهما الواحد سافر ومهما راح ومهما جه، يعني اكيد هنا هو الاساس بالنسبه لنا.
حتى يعني كان في مقابله مع السيده سهى الجندي وزيره الهجره من قريب مع الشباب المصريين في الخارج، وفي شباب مصريين هم اصلا عايزه عايشين في استاذنك بلاد يا استاذ متقدمه. محمد علشان احنا دلوقتي منتقلين الى بث حي ومباشر، وزي ما اوكي حضراتكم شايفين موكب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لكي يشهد احتفالات المولد النبوي الشريف.